بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التمسك بالجماعة. فصل في فضل الجماعة. وعن مقسم عن ابن عباس قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. هذا الأثر عن ابن عباس اسمعوه، قال: قضم الملح في الجماعة، يعني تأكل الملح ما في غيره، يعني أن طعامك هو الرديء. الملح هل هو طعام أو أنه يطيب به الطعام؟ من أكل الملح وحده يظمأ ولا يشبع، قد يضره، فليس هو من الطعام، ولذا يتوضأ به ويدهن به الجلد ويحمل إلى الحمام ويغتسل به. لو كان طعام ما يجوز. أراد أن يمثل بأقل أمر يأتي به المرء، لأنه طعام، لأن الملح يؤتى به لتطيب الطعام، وأحيانا يعجز ويكون هو مما يسوغ به الخبز الناشف. يقول: تأكل أقل، لأن الملح كل أمر كثر احتياج الناس إليه إلا والله عز وجل يسهل تناوله لعباده. كل أمر عزيز، وكل أمر الناس يحتاجون إليه أشد احتياج يسر الله لهم. التراب يحتاجونه، والحجارة يحتاجونه، والماء يحتاجونه، قل ما ينفذ هذا. لكن لما يشح الأمر، لأن الناس ليس لا يكون هذا الشحيح مما به قوام الناس فيعز. أما ما احتاجه الناس كالهواء والماء، لا يستطيع أحد منعه، ويوجد في كل مكان. الملح يقول: أنا آكله مع جماعة خير لي من أن تأتوني بأطيب الطعام والفاكهة وأكون في فرقة بعيد عن الجماعة. هذا الأثر عن ابن عباس أورده البيهقي رحمه الله في باب لزوم الجماعة، وأن من خرج عنهم فإنما يشذ عنهم وهو في النار. طيب، هذا المثل لما قال الملح مع الجماعة أفضل من أطايب الطعام مع الفرقة. الفرقة يعني الفرقة أصلها من الافتراق، والافتراق معناه تخلي الجماعة الأم والنزوح عنهم، وهذا شأن كل من كان في القلب بعض هوى ومرض. وقد مرت علينا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ثلاثا إذا عجبك شيء يا عبد الله اذهب إليه. هذا درس للاستماع والإصغاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن، يعني ما يحمل الغل والحقد،
قلب امرئ مسلم لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر والتمسك بالكتاب والسنة. هنا قال: أنا الغالب أن من شذ عن الفرق لابد له هوى ينادي به، هوى يعني له رغبة في أمر يريد تحقيقه، إما إفساد جمع الإنسان. عجيب هذا الإنسان يا عبد الله، صدره يحوي من الأهواء والمكر والخدائع والرغبات الخاصة ما الله به عليم، لا تستطيع أن تحيط ما في قلوب الناس. ولذا يأتي من يبش في وجهك وقلبه يغلي، ويأتي من يساومك ويلين لك وأمور كذا. ولذا الله عز وجل اختص بأنه عليم بذات الصدور. هؤلاء الذين يشذون عن جماعات المسلمين لهم أغراض ولهم إرادات ولهم أهواء عجيبة لا تدري، لكن يجمعهم شيء هو أن كثرة هؤلاء أو قلتهم مما يعينك على تحقيق مرادك. ترى في منافقين وفي كفار وفي مدسوسين وفيهم من له قصد في دنيا، كل هذا اجلس يا عبد الله، كل هذا يكون في قلب الإنسان ولا يدري. فإذا سمع مناد أخرج عن الجماعة تعال إلى هنا، له غرض في القلب وله هوى يريد تحقيقه، ويجد أن من يقوم بتحقيق هذه هؤلاء الجماعة الذين افترقوا عن الجماعة الأم. ابن عباس يقول: نحن نعيش مع هؤلاء في حالة ضنك أحلى إلينا وأرغب من أن نعيش في ساعة مع فرقة بعيد. هذا قول العاقل، هذا الذي يدرك عواقب الأمور، هذا الذي يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله من اتباع الفتن والخروج عن الجماعة وما يلزم منها من أضرار. كل فرقة خرجت عن جماعة المسلمين إلا والعاقبة عاقبة سوء. لو قرأت التاريخ يا عبد الله، يعني أوضحها فتنة ابن الأشعث، كان عالم خرج أيام الحجاج ابن يوسف، كان يفتك بالناس وهو ملوث بالدماء والظلم، مع ذلك كان يقيم القرآن وفصيح في كلامه ولم يعتدي على آل البيت على الإطلاق، لكن كان كل من خرج أو كذا لا يعالج الأمور بحكمة، انفض الناس عنه. فقام ابن الأشعث ونادى الناس، خرج معه طائفة من أهل العلم ممن عرف منهم الصلاح والعلم، منهم الشعبي وغيره. جاءت الدائرة على ابن الأشعث وقتل أولئك الأخيار، ومن كان معه من طالب الدنيا ومن كان في قلبه ما في قلبه، أسر الأشعث وقدم بين يدي الحجاج. قدم مجموعة قال: وأنت، يعني ما السبب في أنك تخرج عن جماعة المسلمين وتنضم إلى ابن الأشعث؟ قال: قالوا ابتلينا ولم نكن أتقياء بررة ولم نكن فجارا نستطيع بها تحقيق المطلوب، يعني ما كنا أتقياء بررة وما كنا فجارا نستطيع تحقيق المطلوب. الشاهد أن الله عز وجل نجاه. هؤلاء الذين يدعون بدعوات عندهم مكر وخديعة وتخطيط في الظلام وأمور من رآها استحسنها ومن استعجل فيها ذهب إلى هذا. هم يرون الجماهير، ما الذي يهمهم؟
وجد أن أكثر ما يجمعه بؤس الحياة، فقر وضعف وقلة موارد، وأن يرون أن ولاة الأمر ما أنصفوهم فيأتون بهذه المنادات. وفيهم أغراض أخرى، لأننا نسمع ممن حولنا ومن قبلنا كان يقولون نؤمن لكم سيارات ونضع لكم مساكن ونهيئ لكم كذا، لأن أكثر الناس يتطلبون هذه. الشاهد أن ابن عباس، وجاء هذا من طريقين، وإذا البيهقي أوردها من طريقين عن ابن عباس، يقول: كن يا عبد الله مع الجماعة ولو رأيت ما رأيت من استئثار وضيق حال، فإن عاقبة ذلك خير لك من عاقبة من يرغبك ويغريك بأن حياة أفضل وفيها كذا وما كذا. الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا هم اصطفاهم الله عز وجل في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس وأصفاهم قلوباً وأوقدهم ذكاءً وأعرفهم بمراد الله ورسوله، فإذا جاء قول عنهم يا عبد الله تمعن فيه واعلم أن لهجتهم لهجة صدق، ما يريدون خداع الناس، وهم أقوى الناس في قول الحق وأبعدهم عن الباطل. اسمع ما يلي من هذا الأثر، اقرأ يا. وعن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قلنا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أعطهم حقهم الذي جعل الله لهم وسلوا الله حقكم. عبد الله بن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة. يخبرهم، السين تأتي للاستقبال، إذا قلت سألقي عليك كلمة، سأزورك غدا إن شاء الله، أي سيحصل هذا في المستقبل. فيه نوع تأكيد وفيه وعد، ما هو الآن، بعد قليل أو بعد أيام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أثر أي استئثار. الأثر يا عبد الله أن ينفرد الشخص في أمر يشترك فيه الناس، مو في أمر يخصه. إذا أكل فاكهة طيبة وما أعطى الناس هذا شيء آخر، ما يقال أثر، قد يقال بخل أو عدم معرفة أو غير ذلك. لكن إذا كان فيه شراكة للناس، الناس يشتركون في الاصطياد، الناس يشتركون في البيع والشراء، فإذا جاء أمير قال هذا لا يتاجر فيه أحد، وهذا الجهة لا يسكن فيها أحد، وهذا المال لا يخوض فيه أحد، مع أنه شائع، هذا يسموه استئثار، أن يؤثر الناس، أن الإنسان نصيبه ويمنع حق غيره من المشاركة فيه. وهذه الأثرة كامنة في النفوس، قل من ينجو منها يا عبد الله، كما لا يخلو جسد من حسد، ما يخلو جسد من استئثار الشيء في نفسه، سيما إذا قل الأمر. ما رأيتم الناس يتعاركون حين يقال هذه البضاعة آخر من تأتي لا بعدها، شوف كم يذهبون، وإذا قال بعد أيام سيغلو سعر هذا، يبدو الناس يشترون، يعلمون أن غيرهم في حاجة، يأخذ 15 مما له العدد ولا يترك للمحتاجين شيء. هذا نوع من أثر وهلع وجوع وعدم معرفة أن الله عز وجل تكفل بالأرزاق ولن يفوت أحد ما كتبه الله له، هذه موجودة في النفوس. فإذا جاء من استطاع أن يستأثر الشيء، إما لماله أو جاهه أو سلطته، يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم
هذا القول أكثر ما قاله للأنصار رضي الله عنهم، لأنهم طالبوا بأمور من هذه الدنيا. علم صلى الله عليه وسلم أن لهم قلوب ملأها الإيمان فوكلهم إلى إيمانهم، وأناس آخرون فيهم هلع وشدة رغبة وعدم ثبات في الأمر، فرفق بهم صلى الله عليه وسلم خشي أنه لو لم يجدوا هذا الشيء كانوا يتقلبون لا يثبتون. ولذا أكثر أعداء هذه الملة يبعثون عيون، إما منهم أو عيون من داخل الأمة ممن يرغبون في الدنيا ولا يهمهم مصائر أممهم كيف يتحقق مصالحهم على الناس العفاف. ترى هذا يوجد يا عبد الله، ونسأل الله لنا ولك السلامة، ولا هذه القلوب تحوي من هذه الأمور عجائب. يأتون إلى هذا النوع من الناس بعد فحص دقيق ومعرفة مطالب الناس وحاجاتهم، فأول ما يسعون إلى ذاك صاحب الهلع بعد ممارسة ومعرفة وهم أصحاب خبرة، فيغرونه إما بشهوات البطن أو شهوات الفرج أو تحقيق شيء مما يرغبونه من مراتب هذه الدنيا ورفعتها، يأتونه من هذا الباب. ما يعطون 100 ريال ولا 200، يعطونه بالكميات الكبيرة بعدما يبينون له أنهم كذا وأنهم كذا، قم بهذا العمل، ائتنا بأخبار كذا. ولذا غالبا إذا دخلوا في الأمة أفسدوها من هذه الأهواء والرغبات والشهوات. عرف صلى الله عليه وسلم أن للأنصار إيمانا ما ينقلها ولا يمحوها هذا النوع من الدنيا، فكان يتركهم لأن المال محدود قليل، فيعطي أولئك الكفار أو يعطي أولئك ذوي الرئاسة في قومهم مؤمنون لكن ضعيف الإيمان، يعطيهم من هذه المغانم لأن الغنائم هي لها حد، ويترك هؤلاء. فكأنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه هؤلاء نحن كذلك نحتاجون؟ قال أولا ترضون أن الناس يعودون بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالها في غزوة حنين بعد فتح مكة، قال دعوا الناس يذهبون بهذه الغمائم، هذه الدنيا، أليس فخرا وعزا لكم أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم؟ قالوا الله ورسوله أمن. فلما سمعوا بكوا، قال هذا كلام قاله جهالنا وسفهاؤنا ما قلناه نحن. قال لو شئتم لقلتم كنت طريدا فآويناك، وكنت كذا ذليلا فعززناك، وكنت بعيدا عن الوطن، يعني أخبر أشياء. قال لو شئتم لقلتم ذلك. قالوا الله ورسوله أمن، هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم وتذكيرهم. ثم قال لولا الهجرة لكنت من الأنصار. تعرف ايش معنى لولا الهجرة؟ يعني الهجرة مكتوبة على من هاجر قبل فتح مكة، لا يجوز له أن يرجع إلى مكة إلا حاج مدة 3 أيام لا ينبغي الجلوس فيها، لأن الهجرة انتهت لله ورسوله. قال لولا سبق من الله أن أكون مهاجرا لانتميت إلى الأنصار. الشاهد ثم واساهم،
قال إنكم سترون بعدي أثرا، أي أن الناس يستأثرون بأمور فيخرجوكم من هذا الحق المشاع. قالها هناك وأعادها كرات صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ الأمر ده مبهم، هل ننازع الناس نقول حقوقنا؟ والله عز وجل ذكر أن من سعى في طلب حقه ليس بظالم، ومن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، علموا ذلك. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ كيف يكون موقفنا؟ اسمعوا ما يقول، اقرأ يا عبد المغني. قلنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطعهم، أعطهم حقهم، أعطوهم حقهم الذي جعله الله لهم. تعرف حقهم الذي جعله الله لهم؟ يعني هؤلاء القوة، أعطاهم الله القوة، فطالما في يدهم القوة والله أعطاهم ذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مو الملك عن الكرسي الكبير، ليس بالضرورة الملك، أنت سيد أغنام ورئيس جماعات، ولك شيعة ولك جماعات، هذا يسمى ملك، لأنه ملك على من دونه. الملك معنى السلطان والقوة، لأن من ملك شيئا قهره، ومن ملك شيئا المملوك يطيع المالك ويخضع له. هذه ما جاءت فقط بقدرة وقوة، إنما الله عز وجل لو شاء لصرف تلك القوة إلى من شاء من عباده، لكن خصهم بذلك لحكمة. قال أعطوهم الحق الذي جعله الله لهم. أنا كررت هذا وبينته لأنه قد يعترض معترض يقول أي حق لهم؟ لأن ما من إنسان يتملك، ولا من إنسان يصدر أوامر، ولا من إنسان يطاع في كذا، إلا والله عز وجل مكن له في ذلك لحكمة يراها الله عز وجل. هذه الحكمة قد نكرهها، ولكن الله يحبها. الله عز وجل لما خلق إبليس خلقه لحكمة يحبها، هو ما يحب الشيطان ولا يحب الشرور ويكره الآثام والمعاصي، والله أمرنا بطاعته، لكن لما خلقها وأوجدها لحكمة هو يحبها. لو لم يكن شيطان وإبليس كيف تكون جنة ونار؟ والله خلقهما لعلمه أن من عباده من يعصي ومنهم من يطيع، فتعذيب العاصي وإثابة المطيع مما يحبه الله عز وجل. قال ما تأمرنا إذا رأينا هذه الأثرة؟ قال أعطوهم حقهم الله الذي جعله لهم. أي حق؟ الطاعة وإجماع الجماعة وعدم التفتيت في عضد الناس حولهم وترغيب الناس في السكون، إلا إذا كان كفرا بواحا، نهوا عن الصلاة أو لم يصلوا، هكذا في الجماعات الأخرى. وإن قلت، كنت في مكتب، في شركة، لأن أكثر هذه هي تمثل ذلك. كيف هذا جاء ثم استخدمنا وهو ظالم، ما يعطينا حقوقنا وافرة، اعملوا كذا، مع أنه وقع عقدا، يعني العقد هو العهد. العقد يا عبد الله أي أني رضيت بما كتب، ورضاك بما كتب أنك تأتي بالشروط وافية كما أعطاك، لا يكون مكر ولا خديعة ولا غش، وإلا هذا لا يجوز البيع.
كم من مشتر لأمر يحيك في نفسه أمور لو علم البائع ما أعطاه، وكم من خطيب لفتاة وفي نفسه أمور لو علم ولي أمر البنت ما زوجه إياه، والله يعلم بذات الصدور. وقعت العقد يا عبد الله، أعطه حقه من الوفاء بالشروط، وإن رأيت أنك مظلوم هو ما ظلمك، لكن أعطى آخر غير ما أعطاك أجزل له الراتب، ليه يدخلك الحسد؟ أنت برغبة وقعت على ذلك، ما أعجبك ما هو الرازق أما هو الذي يعطي، الله هو الذي يعطي. إن أخل بشيء من الشروط وعجزت اترك الأمر لله واطلبه أن ينصفك، لكن لا تغش ولا تخدع ولا تعمل. أنا أضرب الأمثلة لما يجري بين الناس في هذه الأمور البسيطة. ولي الأمر أهم من ذلك كله، لأنه لو حصل فساد يا عبد الله لفسدت جماعات عظيمة، ولا اختل الأمر، ولا تجد لا طعام ولا مأوى. وأمران إذا اجتمعا في جماعة أفسدها لا تصلح الحياة بهما، جوع وخوف، لا طعام ولا تأمن في منامك ولا في مسراك ولا في كذا. نعوذ بالله من سلب الأمن وضرب الجوع. لما ذكر في آخر سورة النحل في مثل القرية أن الله ابتلاها بالجوع وابتلاها بعدم الخوف، مصائرها كانت وخيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقهم الذي جعله الله لكم واسألوا الله حقكم. لما قال أما حقهم أعطوهم، أما حقكم الذي منعتم منه لا تفعلوا شيئا من خدائع ومكر وتسلل في الظلام وخفية وتآمر بالليل وجمع الناس والكلام في المجالس، هذا ليس من العهد الذي عاهدت في بيعتك لفلان. ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: أما ما ظلمتم فيه فاسألوا الله. ترى الله عز وجل إذا سألته هو السميع البصير، ما خاب من سأل الله، سأله بحقه سيما إذا كنت مظلوم. فإذا ظلمت من أحد أقوى منك يا عبد الله لا تقل اللهم دمره وأهلك، ما لك من هذه، هذه ما تنفعك. تريد إنصاف نفسك وأقصى ما تستطيع أن تنزل النكاية بعدوك أن تميته، ثم ماذا؟ أنت أنصفته، أخذ حظه في دنياه من العقوبة، ثم أمره إلى الله. لكن كيل الأمر إلى الله، قل: اللهم إنه كذا كف عني شره، اللهم إن حقي سلب، اللهم أعطني حقي، هكذا. لا تتجاوز هذا يا عبد الله، هذا ليس من شأن المسلمين. أما ضعاف النفوس وأصحاب الحق والذين لا يهمهم إلا ما سلب من دنياهم، الإمام إذا قام صلى وعجزنا أن نتابعه بالفاتحة ما همهم، المهم أنه صلى وذهب. لو قال غدا سيقام أمر فيه شأن المسلمين ما حضروا، لأنه شيء هذا. صلاة العيد سنة مؤكدة، وبعضهم جعلها من فروض العين، يعني من استطاع لا ينبغي له أن يتأخر، ما يحضرها إلا إن كانت من باب العادات. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. الله سميع بصير، إذا خرج من قلب صالح تقي. سميع مو معناته يسمع الأصوات، لأن هذا ما فيه مدح، كل أحد يسمع الأصوات، لكن سميع يعني يستجيب لمن طلبه وناداه.
يعلم أعلم أيهم ظالم وأيهم مظلوم، فينصف هذا من هذا. اقرأ يا عبد الله. وفي رواية أعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون أثرة وأمور تنكرونها. إنه ستكون أثرة وأمور تنكرونها. نعم. قال: فما يصنع من أدرك ذلك منا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذه رواية أخرى ومعناها معنى الحديث الذي مضى. ما الذي يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون أثرة، يعني إيثار. عرفنا معنى الاستئثار أن ينفرد المرء بحق مشترك ما يجعل أحد يشاره. إنه ستكون أثرة وأمور تنكرونها، إما تصرف في الدنيا أو أمور مما يتعلق بالواجبات والسنن وغيرها مما شرعه الله، لكن لا يصعد هذا المنكر إلى درجة كفر. وهذا نشاهده، قال أثر أنك ترى نفسك لم يعطى حقك. هذا الحق أحيانا يكون غير موجود، إنما يتصور الإنسان أنه شريف نبيل وأنه ذا مجد معه شهادات أو من أسرة عالية أو من كذا مما يراه المرء أنه أحد أسباب رفعة بين الناس. يرى أن الذي تولى الأمر أو غيره ما راعى هذه الأسباب، فيظن أنه مسلوب الحق وهو غير مسلوب الحق، لأن الناس سواسية، كلهم تحت العدل سواء، تتكافأ دماؤهم. إيش معنى تتكافأ دماؤهم؟ يعني دم الشريف والوضيع واحد، الكبير الطبيب الماهر الذي له شأن في هذه الدنيا يساوي ذاك العبد الجاهل الذي كذا، لو قتل هذا يقتل ذاك به، كلهم تتكافأ دماءهم، ما في واحد أفضل من واحد، ويسعى بذمتهم أدناهم. لو جاء كافر أو جاء أحد يحب أن يسلم وهم في معركة وقال أريد كذا فآمنه، يعطاه الأمان بعد أن يذهب للإمام أو قبل أن يذهب لأمير الحرب أو كذا، قال أعطيت فلانا أمانا لأجل مصلحة المسلمين، هذا الأمان المعطى يعطيه أقل الناس، إما يقال امضي فيما قدمته من أمان أو رد عليه أمانه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس هكذا كلهم تتفاوت، لكن من نفخ الشيطان في جوفه فاستعظم وتكبر يرى أنه مسلوب الحق، وقد يكون الذي ينادي بحقه صحيح ذهب عنه حقه. فيقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أولئك الذين وقع عليهم الظلم: لا تفعلوا أي شيء، اسألوا الله عز وجل. ضعاف النفوس يرون أن هذه إحالة عاجز عن الإنصاف، لا يدرون أن من ذهب إلى الله بدعائه أقوى بكثير من ذاك الظالم، وأن الله سينصفه. لكن الناس يستعجلون، يحبون النصر وإيتاء الحقوق بقواهم في الوقت الحاضر، ولذا كل من سعى، أغلب من سعى في الانتصاف لنفسه يذهب حقه بعد معالجة الأمور والمطالبة سنين ودهور، إما تكون أشهرا طويلة أو سنين طويلة. ما رأيتم في المحاكم تبقى القضية 100 سنة
ويذهب هذا ويموت ولا ينتصف له، لأنه من أول خطط كيف يستطيع تحقيق هذا المطلب، وظن أن له أعوان ووكلاء ومخاصمين، لما استند عليهم منع الله أن ينال حقه. لو ترك الأمر وسأل الله عز وجل أتاه حقه، إما أعطاه صبرا ويقينا، الصبر عرفناه يعني ما يجزع، واليقين يعرف أن ما فاته سيعوضه الله. إذا أعطي هذا المعنى في القلب فجزاؤه طيب حياة في الدنيا، ويلقى ما كتبه الله له في الآخرة. قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. اقرأ ما بعده. وعن أنس بن مالك قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر إلى قريب. لا تسبوا أمراءكم، يعني الفطن الذي يفهم الحق ويعلم أن أصدق الحديث كتاب الله، لأنه وحي، فما قاله صلى الله عليه وسلم فهو صدق، لا ينبغي للمرء أن يمتري في ذلك ولا يشك فيه. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم، السب لا ينبغي للأمير وغير الأمير، كله مكروه مذموم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم مو معناته أنك تجاهر بالسوء، هاي ظلمني فيه وام لا، يعني إلا من ظلم. المظلوم لا يستطيع إظهار حقه إلا ببيان ما فعل الظالم، بيان فعله هو الجهر بالسوء، هذا خدعني، مكر بي، عمل في ظاهر الأمر خلاف ما اعتقدته، هذا سب. ترى مو السب يا عبد الله أن يقول أبوك وأمك، لا تفهم هذا. السب ذكر معايب في الإنسان، فيقول: لا تسبوا أمراءكم في المجالس، لأن وجد أنه لم يعط ما يشتهي قام يتكلم، والآخر يرى أنه كذلك له مصلحة في أمر ما تحقق يعينه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحكمة في يا عبد الله أن هذا يستثير كوامن النفوس، الناس في المجالس يودون أن يرتاحوا إلى أمر يسليهم، وهؤلاء لما أطاعوا الشيطان ما يحب سماع القرآن ولا الموعظة ولا الحكم، إنما يهمهم اللغط في أعراض الناس. أحلى شيء يجعله الشيطان له تذوق في القلوب هو هذا النوع. شوف المجالس لو حضرت، فإذا انتهوا من أمر الدنيا الأسعار وانخفاضها، وذاك الماكر من التجار، وهذه إذا فرغوا من هذه لأنها مكررة لجأوا إلى فلان وفلان وفلان ولجأوا إلى كذا، هذا سب وشتم. قال: لا تسبوا أمراءكم، لأنها فتنة تضرك أنت ومن يسمع، وتغير القلوب. اجمع القلب يا عبد الله، فإن لم تستطع غادر ذاك المجلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تغشوهم. الغش نقيض الأمانة ونقيض الصدق، يطالب منك أنك تبين إذا أردت بيع الدار ما فيها من عيوب، ويطلب منك أنك إذا أردت بناء شيء استخرج الفسحة وبين الحدود، ثم إذا انتهيت أزل وأمط ما بقي من أذى مما بنيته أو فعلته. يقوم يغش ويخدع، يدفنها هنا ويضعها هنا وينقلها هنا. ما رأي أن أضرب مثال، ما أكثر هؤلاء
فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تغشوهم ولا تسبوهم. اقرأ ما بعدها: ولا تعصوهم، العصيان عدم تنفيذ الأوامر. واتقوا الله واصبروا، ما الشيطان ينفخ هذا ذل وهذا ضعف، فلان كيف استطاع أن يبني العمارة، وكيف استطاع أن يحقق فلان فيركب مركوب فاقر. يأتي من هذه وما يعلم أن الله هو الذي يوزع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فيذهب مذهب بعيد والعياذ بالله فيقع. فأخبر صلى الله عليه وسلم: إذا أمرت فأطع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سائل نسأل يقول: بسم الله، ما هو حكم من عمل بعمل قوم لوط؟ ايش رأيكم يا عبد الله؟ الله عز وجل إذا ذكر عقوبات الأمم يبين ما حل بهم من عقوبات، فذكر عقوبات الأمم: منهم من نزل عليه حجارة من السماء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه طوفان، ومنهم من ابتلاه الله بآيات. قوم لوط بيّن الله عز وجل أنه اقتلع جبريل عليه السلام الأرض ورفعها إلى السماء ثم نكسها، جاءتهم حجارة مرة وجاءتهم صيحة ثم قلب عليهم ذلك، دل على أنه أمر منكر بعيد. والسائل أحيان يسأل، يعني يحب أن يتسلى لأنه سمع أمرا منكر في مثل هذا، إما يريد أن يتشفى أو يريد غير ذلك، ولا هذا الحكم ما يسأل عنه، لكن يسأل: هل يجوز للرجل أن يأتي دبر امرأته؟ قال: هذا السؤال هو الذي يقع فيه كثير من الناس، يجبر زوجته على هذه، وليس هذا موضع الشهوة، لا يعفها فتفسد بعده. ثم إنه خالف أمر الله عز وجل، أمرنا بالإتيان الحرث من حيث موضعه. أما ما حكم من قتل إنسان؟ ما حكم من شرب الخمر؟ اسمعني، الله يبارك فيك. نعم، اقرأ هذا. وصلى الله على نبينا، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليماً.